لا جدال ان القضيه الفلسطينيه ودعم القضيه الفلسطينيه عقيده مصريه، ايه اللي تم انجازه الى الان على ارض الواقع عشان نقدر نقول يتم دعم مستمر للقضيه الفلسطينيه؟ طبعا لأول مرة للأسف هناك تصعيد غير مسبوق، يعني هناك تحدي كبير في غزة، يعني أرقام الضحايا وعداد الشهداء يعني متوالية هندسية، كل يوم 300 400 شهيد. نحن أمامك يعني حدث غير مسبوق، وهذا الحدث بيتم أنه من قبل كيان الاحتلال بيقوم بسياسة العقاب الجماعي، ولأول مرة للأسف بيتم برعاية غربية ودعم أمريكي واضح وحماية غربية. أمام هذا التحدي طبعا مصر من زوم الأول طبعا اتحركت من 7 أكتوبر، والتحرك المصري كان عن 3 مسارات بالتوازي ومتكاملين. المسار الأول مسار الإنسان، لأن عندما كارثة إنسانية، عندما يتم عقاب جماعي، قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء، عقاب للشعب الفلسطيني بدون أي ذنب وبدون أي جريرة، وزي ما قال السيسي تم تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى مبدأ العقاب الجماعي. ورأينا كارثة إنسانية، يعني قطاع غزة أصلاً قبل 7 أكتوبر كان بيعاني من تحديات اقتصادية وأزمات جاءت الحرب وفاقم الموضوع، وبالتالي تحركت مصر على المستوى الإنساني. كان الهدف واضح هو تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ومن خلال إدخال المساعدات الإنسانية المصرية، وفي ظل العالم كان يعني بيتعامى ويتبنى الرواية الإسرائيلية ويبرر ما تقوم به إسرائيل، ويعني غايبة أو ما قلت جمد الضمير الإنساني، يعني الدول الغربية التي كانت تتشدق بالإنسانية والقوانين واتفاقات جنيف وكلها تم وضعها في الثلاجة مقابل الانحياز لإسرائيل وإعطائها الضوء الأخضر لكي تفعل ما تشاء وإطلاق هذا. في وسط هذا كانت الضمير المصري بقى، الضمير الإنساني، يعني مصر شقت طريق للإنسانية أمام العالم، أنه لا يمكن يعني حد أدنى من الجانب الأخلاقي والضميري أن لا يتم ذنب، يعني هؤلاء الأطفال يموتوا بلا ذنب، إن لم يمت بالقصف يموت من المرض أو من الجوع. وبالتالي كانت الرسالة المصرية واضحة، العمل على إدخال المساعدات وتخفيف العبء. طبعا هناك تحديات الجانب الإسرائيلي، قصف المعبر، وضع شروط تعجيزية، مماطلات، تحديات، يعني ظلت الشاحنات المصرية والمساعدات أكثر من 10 أيام، أكثر من 200 شاحنة، وكان هناك يعني ما يسمى تعامي غربي عما يحدث في قطاع غزة. مصر تقول هناك كارثة إنسانية، يعني ما ذنب هؤلاء؟ وبالتالي كان الدور المصري في تخفيف المعاناة في هذا المسار، ونجحت مصر. ولذلك يعني يوم السبت الماضي مع انطلاق قمة القاهرة للسلام، في نفس التوقيت دخلت المساعدات و20 شاحنة مصرية، لأن رغم التحديات لأن مصر الجهود المصرية أثمرت، وحتى الآن كل يوم طبعا هناك مساعدات، رغم أنها طبعا يعني تمثل الحد الأدنى ولا تمثل طبعا يعني ما يواجهه الشعب الفلسطيني، لكن على الأقل هذا المسار. هذا المسار أيضا تكمل معه الخطاب المصري، يعني كما أشرت دكتورة منى في المقدمة، مصر غيرت وجهة النظر العالمية. كان العالم بينظر بعين واحدة، هي الرواية الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه ما اسمه 11 سبتمبر يبرر لها الدفاع عن النفس والقتل الجماعي في الشعب الفلسطيني، ولم يكن هناك التفات لما يحدث للفلسطينيين. وبالتالي الروايه مصر وجهت النظر العالمي، لا هناك كارثه انسانيه، هناك 5000 شهيد فلسطين، 70% منهم يعرف فندم الفرق ما بين الارهاب والمقاومه، في فرق كبير جدا. صحيح، وان الشعب الفلسطيني هو ليس له اي ذنب بهذا القتل، يعني 70% من النساء والاطفال يتم تدمير احياء بكاملها، يعني هناك اطفال يعني يموت تحت الركاب. وبالتالي بدا العالم الخطاب العالمي يتغير، والتاكيد على فكره ادخال المساعدات، تخفيف البعد الانساني، كل هذا لان مصر، وكان الرئيس السيسي في كلماته حقيقه في قمه القاهره كانت موجهه للضمير الانساني، يعني كيف يسكت الضمير الانساني عما يحدث من يعني كل جرائم حرب متكامله، يعني جرائم بحرب بالفعل وفقا لاتفاقات جنيف، القانون الانساني، القانون الدولي، وفقا للاعراف والقوانين حتى الاخلاقيه والضميريه، يعني حتى هؤلاء بشر ليسوا يعني كفلسطينيين، هم كانوا ادميين. هذا المسار بالطبع المسار الانساني في دعم القضيه الفلسطينيه مع المسارين الاخرين، مسار على الصعيد العسكري والامني والمسار السياسي. المسار العسكري مصر حذرت وبالتنسيق والجهود ان الحرب قد توسع الحرب الاقليميه، ان لم يكن هناك صوت الحكمه والعقل واحتواء هذه الحرب ستندلع، وبالتالي تنفجر المنطقه وستكون عواقبها يعني تداعيات على الجميع الاطراف. ولذلك هناك اتصالات مصريه منذ الاول مع الشركاء العرب، مع الشركاء الدوليين، مع كل الاطراف لاحتواء هذه الازمه والحرب وعدم اتساعها. ولذلك بدأنا نجد الخطاب الغربي ومعظم الدول الان تقول انه اهميه الا يتم التصعيد. هذا المسار الثاني ثم المسار العسكري والامن بالتوازي، المسار السياسي. المسار السياسي تجسد في قمه القاهره للسلام. مصر اخذت زمام المبادره لأن هناك حالة من الاندفاع، أنا في اعتقادي تيار متشدد تقوم حكومة إسرائيل، حكومة الحرب، برعاية غربية وأوروبية أمريكية، إعطاء صلاحيات،
حمايه بالعسكريه بحملات الطائرات بالدعم العسكري بالخطاب السياسي. الاعلام الغربي يعني مزدوج تماما يتبنى فقط الروايه الاسرائيليه سياسه تكلموا عن قطع الرؤوس والاطفال والاغتصاب ولم يحدث الارض الواقع. هذا لكي يبرروا ما تقوم باسرائيل. وسط هذا اخذت مصر زمام المبادره في قمه قرار السلام وقالت للعالم رساله بسيطه ان هذا الانفجار هو حدث النتيجه للمرض. ما هو هذا عرض لمرض؟ ما هو المرض؟ المرض هو استمرار الاحتلال، استمرار التشدد والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاكات الاقصى، ثم استمرار غياب افق التسويه السياسيه. وبالتالي اذا اردت ان تحل هذه المشكله وتمنع هذه المواجهات الدمويه التي يدفع ثمنها الابرياء والمدنيين من الجانبين ليس فقط من كل الاطراف، صحيح، لابد ان تعالج من الجذور.